لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفتنا بالاستديو دكتورة مايا الهواري، دكتورة في القيادة الذكية والذكاء العاطفي. هلا مرحب فيك، نورتينا. اهلا وسهلا، نوركم ما شاء الله، منورين بالعكس بوجودكم. نورت دكتورة، بداية يعني قبل لا نبدأ عن موضوع التفاصيل عن هذا الموضوع، ولكن أي علاقة زوجية يبالها لاستمراريتها الود والتفاهم للاستمرار، ولكن أيضا كزوجين هم بحاجة لي خلينا نقول شهر عسل أو إجازة زوجية، ما أهمية الإجازات بين الاثنين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لاستضافتكم الكريمة الطيبة. موضوع حيوي وشيق، بالذات نحن داخلين على أبواب إجازات، وأصلا في الحياة الزوجية ما في شيء اسمه إجازة في وقت معين إلا إذا كان في مرتبط طبعا بينهم عيال، فمع مع الأطفال، مع الإجازة، إجازة المدارس وكذا. لكن إذا أنا برجع شوي بنتكلم قبل أن نتكلم عن الإجازات، أنا نثبت ونركز على معلومة أن الزوج والزوجة لازم يكون في بينهم حوار، احتواء، حب. حتى الطفل لما يشوف أبويه، يشوف الطفل سبحان الله مرآة أبويه، فاقد الشيء لا يعطي. إذن كيف الطفل بيحصل على الحب والحوار والاحتواء إذا ما شافه مطبق أمامهم؟ لا تقولي لي طلعي لي اثنين إجازة وأنا أصلا في البدايات ما عندي حب، حوار، احتواء. أنا دوم أقول هذه يعني الهولي ترينيتي اللي هو المثلث العلاقات، ها ها ها، هو احتواء بالألف طبعا. فهذه أساس أي شيء. هذه النقطة الثانية في قانون العلاقات عموما، دائما الإنسان لما يدخل علاقة مع صديق، مع زوج، صديقة، يعني زميل، زميلة، دائما نعتقد أن هذا الشخص مالي، هو لي أنا. صحيح، تمام. وتتعامل معه وكأنك التملك. والثاني إذا كانت شخصيته ضعيفة يعتقد أنه تعلق، لأنه في ضعف فيه، يحس بأمان، يشعر بأمان فيتعلق. فهني العلاقة ما تكون، ما تدوم بهذه الطريقة. مصيرها أنه يستوي موقف معين، ينصدمون من بعض، يتزعلون، يتراضون، يتزعلون، يتراضون. الطريقة الأصح والأسلم هي أن كل علاقة الإنسان يدخلها تضيف لك وأنت تضيف لها. يعني مش أنت داشة زواج تغيرينه، لا بغيره. صح. أو مثلا قال لك يوزو عشان يعقل. صح. عرفتي كيف؟ لأن ما ذكرتي نقطة وايد مهمة، أن كل شخص في حياة الآخر هو إضافة. بالضبط. لأن ما في شخص أو فرد عايش على الأرض ناقصة شيء. بالفعل. فالفكرة أنه يا أما يضيف يا أما خلاص. هي فكرة التملك أصلاً المفروض إذا نزعت من البداية فبالتالي بتجي الأمور سليمة. بالضبط، هذا اللي مستوي اليوم. تحس أن الإنسان محتاج أنه يمتلك شيء ليشعر أنه بالأمان. حتى تملكك للشيء يشعرك بالأمان. العكس صحيح أيضاً، والتعلق بالشيء يشعرك بالأمان. هذيل التملك والتعلق أسوأ اثنين في العلاقة لما تدخل. أكيد بتنتهي العلاقة. فتعالي تخليهم إجازة. تعالي تكلم بعد عن الإجازات. صح. بتحصل إن هم يطلعون مع بعض إجازة، لكن يسون مع بعض في نفس الطاولة، على نفس الطاولة مع بعض في نفس، بس ما في حديث. ما في حديث. قلنا ردينا للمثلث الحوار. إنزين، أسمع لك، تسمع لي، أداب الحديث، أنصت بتركيز، أعلق، أحلل، الأمور البديهية البسيطة. لأن نحن في عصر السرعة اليوم، تعرفون أن نسبة التركيز للإنسان 12.5 ثانية في 2005، في عام 2000، وبعد 5 سنين استوى نسبة التركيز 8.5. قل في 2005 استوى قل. تخيل أنت اليوم يقول لك نسبة التركيز للطفل 3 ثواني، يعني مثل تيك توك وريلز إنستغرام. يقول لك من أول 3 ثواني الألغوريثم يعرف إذا قدرت أنك تجذب. فتخيل أنت جيل اليوم رابي وناشئ على سالفة أن التركيز عنده قليل، بالله عليك كيف بيتحاور؟ صح. كيف بيعرف؟ كيف بينصت؟ كيف بينصت؟
فعصر السرعه وايد لعب دور. زين شو الحل؟ معقول ما في حل؟ طبعا في حل. الحل تبدا ويبدا موضوع من الزوجين، من الاسره. وشاكرين لكم هذا البرنامج، يعني الفقره هذه، لانها هي توعيه. احنا دورنا نحن كاكاديميين نوعي الناس على ذكائهم العاطفي. هذا هو الذكاء العاطفي، اني افهم من انا. انا والله عندي عناد في العلاقه، انا عندي عدم انصات في العلاقه، ما اعطي مساحه للشخص اللي قدامي انه يكون. يعني دائما تحس في زواجات غريبه تسلبك شخصيتك، تسلبك شخصيتك، صح، اهميتك، او يصير في تنازل فعلاً. تنازل من احد التنازل الأطراف. هاي كلمه تنازل يحبون يستخدمونها، نتنازل، ما عليه تنازل، هي مش بمعنى ما تنازل، صارت موضوع، لحظه، صار موضوع البنت المسيطره، اوكي، صارت موضه بين البنات ان انا اسيطر، انا مسويه، انا وشي بس. وايضا خليني اقول ان في شخص يتنازل عن حقوقه وعن حريته، ولكن ايضا هي مؤذيه جدا 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 في العلاقات وخاصه الزواج. شو رايك بهذا الموضوع؟ كلامك واقعي جدا، بس اعتقد ان نحن فهمنا موضوع التنازل بشكل مختلف. الناس فهمت التنازل ان شيء منك ياخذ الثاني، صح، ياخذ الاخر. يعني انا اتنازل عشان فلان يرضى، عشان سعاده فلان. لا، احنا ما نبغى شيء. انا ما ابغى اتنازل قطعه مني عشان الشخص اللي قدامي يستانس وانا اتم تعيسه. لا، انا ابغى انا اكون سعيده وهو يكون سعيد. هي مش تنازل، اني اوصل لحل وسط يرضي الطرفين، هو يقرب شويه وانا اقرب شويه. هذه هي العلاقه السويه. التنازلات حتى في اللاوعي، ترى كلمه تنازل يعني انقاص، ينزل، صح، احنا نستخدمها شيء يعني التنازل عادي ما فيها شيء يعني بالعاميه، بس هي فعلا لا، هي تعني الكثير في قلب المراه او قلب الرجل. برجع لنقطه الاجازات الزوجية. يلا نروح، يلا. هالموضوع يعني كلمه ان احنا مثلا كشخص فلان وفلان، انا باخذ اجازه منك، او خلينا نبعد عن بعض، ناخذ اجازه من بعضنا البعض، علشان شو؟ علشان نشتاق او تجديد العلاقه، او نفكر، او واتيفر، يعني شو السبب يكون؟ شو رايك في هالنقطه تحديدا؟ انا بتكلم عن نفسي، انا من جيل الطيبين. الوالد الله يحفظه، اي والله، الوالد الله يحفظه، نوجه لهم تحيه، الوالد والوالده يسمعونا الحين ما شاء الله. علمونا ان نحن ما نمشي الا امنا وابونا معانا. صديقتي الوالده، اخوي هو صديقي، هو اخوي، هو كل شيء، هو حبيبي. فانا ما اعرف صراحه، انا تو قبل الهوا ياسين نقول ما اعرف اسافر. سافرت مره مع ربيعتي، ما حسيت عمري مسويه شيء غلط، رديت عشان عيالي. سفرات الشغل غير بالنسبه لي، اخذ لي يوم زياده راحه، شيء مختلف. اما انا اسير تركت الجمل بما حمل عشان انا، لا، الانسان لازم يكون اوعى واشمل في التفكير بالاسره اولا. الله سبحانه وتعالى هاي نعم، كيف انا افر الدنيا واسافر؟ لا، فالاجازات هاي فكره اني اخذ بريك وانت تاخذ بريك، انا ما اتقبلها لان الجيل اختلف. لكن صعب في التطبيق لبعض الناس، واعتقد الناس اللي تسمعنا فعلا اليوم كثيرين من نفس التفكير، محافظين نفس التفكير. نعم نعم، نفس التفكير، يعني الكثير قاعدين نشوف هذا الموضوع. بعدين تعال بريك من شو؟ عفوا، من المشاكل، من الخلافات، من ما اعرف، بريك من شو؟ يستوي احنا مع بعض في هال في هال في هالدرب، لازم لازم هي هي ترى ما في مؤسسه. احنا نقول ان الزواج مؤسسه مثل اي مؤسسه حكوميه او خاصه، فيها قائد وفيها نائب. صحيح. القائد والنائب يتعاونون. صحيح. دكتورة مايا، المناسبات الاجتماعية، العديد من الأشخاص أيضا ما عندهم يمكن وقت أن يسافرون أو يسوون شهر عسل أو أن يأخذون حتى إجازة، ولكن بالمناسبات الاجتماعية يقول لك أنا لا، أنت بروحك وأنا بروحي. هل أنت مع المناسبات الاجتماعية الزوجين يكونون مع بعض، ولا هني يأخذون شوي إجازة يشتاقون لبعض؟ يعني خاصة كل واحد يروح بروحه. المناسبات الاجتماعية مثلا أعطيني مثلا عيد، مثلا زواج، عيد، أي شيء. يعني أنا أعتقد أن هذا الشيء تحكم العادات، التقاليد، الدين. تعرفون نحن مجتمع إماراتي. صحيح. مجتمع الخليجي عموما الأمور تكون منفصلة نوعا ما. لكن حلو أن الزوج والزوجة يطلعون يسوون لهم طلعة عشاء، طلعة غداء، طلعة كذا. أنا عندي ريل في هذا الموضوع مضحك شوي، بس هو مبكي بنفس الوقت. إنزين طلعني حبيبي، ذاك اليوم طلعنا. إنزين عيد ميلادي حبيبي، ذاك اليوم والله اشتريت لك. إنزين حبيبي عيد زواجنا،
قالت انت حبيبتي سافرنا في الصيف، حبيبي متى بتسافرني، متى بتجيب لي، متى كذا. فلا خلينا 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 نكون متوازنين ما يعني نربط الامور. المراه تحب هذه المناسبات وتربطها أيضاً. هذه الشغله يابلي هالشيء. العامل النفسي شيء عظيم والرجل الوصلات العصبيه المنطقيه عنده ادق من الوصلات العصبيه العاطفيه، والعكس صحيح عند المراه. نعم. فلذلك تشوفين ان نحن جياشات اكثر، عاطفيات اكثر، نتذكر ما ننسى التواريخ. نعم. نعرف طبعاً. ونلوم انت نسيت، انت ما اتصلت، انت كذا انت كذا. فلا خلي الزوج يكون واعي لبعض المناسبات اللي تهمها، يعني ما قلنا فالنتاينز وكل شيء، ما بيخترعون دواء عشان الشباب ياخذونه. يعني اعتقد هذه بما انه موضوع عصبي ومنطقي وهني عاطفي اكثر، هذه غريزه يعني عشان يوصلون مكان يتفقون الاثنين، كل واحد يتميز بشيء. الكالندر اللي موجود على الابل كفو زين صراحه، حط من الحين حط الريمايندر وخلي يرن الجرس ورتب عمرك. واذا انحذف الكالندر بالغلط بعد تذكر عليه. لا تكون سلبي، خلينا نكون ايجابي. في سبب يقترع ورا سبب، في سبب. بس كنساء يبالنا ادويه خلاص، يعني حق الريايل عشان شوي يهتمون بيه. فهي العلاقات محتاجه الى نرد مره ثانيه نقول اهتمام وود وحب وتفاهم وحوار وكل الاشياء الجميله. دكتوره حوارش جميل وممتع فعلاً. يعني احنا استمتعنا وايد بهذا الموضوع، ولكن الوقت خان للاسف. شكرا جزيلا دكتوره مايا على تواجدك معنا اليوم. شكرا لسعادتك، ودائما نستفيد من هذه النصائح، واكيد مشاهدينا استفادوا اكيد.